ويلسون إدواردو العين يحاول بعرضية. الله، المباراة المفضلة لعجب والمرمى المفضل لعجب في اللقطة الماضية يأتي ويعدل في النتيجة. عجب يسجل في هذه اللقطة، ولكن نشاهد الآن الاحتفالية من ويلسون إدواردو صانع الهدف. هدف التعادل يأتي، عجب يسجل، العين يعود بحثا عن علامة، بحثا عن علامة. هذا لا باب، هذا لا باب. الله، على باكوجو هناك دائما شيء يمكن انتظاره، يمكن انتظاره. نعم الأهداف تأتي، نعم التقدم يأتي، نعم الهداف يأتي. ماذا فعلت يا ريس؟ ماذا فعلت؟